السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في مادة العلوم من دروس الصف الثالث الإعدادي، وعنوان درسنا اليوم انقسام الخلية وتكاثرها، الجزء الثاني. أهداف الدرس لهذا اليوم: تتبع أطوار الانقسام المنصف، توضيح أهمية الانقسام المنصف، التعرف على الانحرافات التي قد تحدث أثناء الانقسام المنصف، التمييز بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. خامساً، التمييز بين الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية والخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية. أولاً، في الانقسام المنصف سوف نتعرف على مفهوم الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية والخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية. حيث تنتج الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية خلال عملية الانقسام المنصف، والذي يحدث في الخلايا التناسلية المنتجة للأمشاج، وهي الخلايا الجنسية الموجودة في الأعضاء التناسلية الأنثوية منها والذكرية. سنشرح ذلك على هذا الرسم، فلاحظوا معي هنا الأسد يوجد في الخلايا التناسلية للعضو الذكري للأسد 48 كروموسوم، إذ أن الخلايا التناسلية هنا يطلق عليها خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية. بالنسبة إلى اللبؤة أيضاً، خلاياها التناسلية في المبيض تحتوي على 48 كروموسوم، أي إن الخلايا هنا أيضاً ثنائية المجموعة الكروموسومية. عندما يحدث الانقسام المنصف في الخلايا التناسلية للأسد، ينتج عنها مشيج مذكر يطلق عليه حيوان منوي به 24 كروموسوم، أي نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا التناسلية للأسد. كذلك بالنسبة إلى اللبؤة، يحدث انقسام منصف في الخلايا التناسلية وينشأ عن ذلك مشيج مؤنث يطلق عليه البويضة، حيث يحتوي على نصف عدد الكروموسومات في الخلايا التناسلية الأنثوية للبؤة، وهو 24 كروموسوم. إذن هنا اتضح لنا من خلال ذلك بأن الأمشاج الناتجة، وهي الخلايا الجنسية كالحيوان المنوي والبويضة، بأنها تحتوي على نصف الكروموسومات الموجودة في الخلايا التناسلية. عندما يندمج الحيوان المنوي مع البويضة، تتكون لنا هنا عملية الإخصاب، حيث تندمج البويضة والحيوان المنوي وتتكون لنا هنا بويضة مخصبة تحتوي على نفس العدد في الخلايا التناسلية، أي إن البويضة المخصبة ثنائية المجموعة الكروموسومية 48. ومن بعد ذلك يحدث انقسام متساوي للبويضة المخصبة ويحدث النمو هنا لينشأ لنا الشبل، وهو يحتوي على 48 كروموسوم في خلاياه الجسمية، أي ثنائي المجموعة الكروموسومية. إذن في هذه العملية يكون عدد الكروموسومات في الأبناء مساوياً لعدد الكروموسومات في الآباء.
وعندما تتحد الخلايا الجنسية الأحادية تنتج البويضة المخصبة، والبويضة المخصبة هنا ثنائية المجموعة الكروموسومية التي تنمو لتكون فردا جديدا. إذن لابد أن نعرف أن الخلايا التناسلية ثنائية المجموعة الكروموسومية، والخلايا الجنسية وهي الأمشاج المذكرة والمؤنثة أحادية المجموعة الكروموسومية. يتضمن الانقسام المنصف مرحلتين. المرحلة الأولى من الانقسام المنصف تتضمن الأطوار التالية: أولاً الطور التمهيدي الأول. نلاحظ من خلال الصورة تظهر أزواج الكروموسومات المتماثلة بوضوح هنا. طبعاً نحن نعرف أن الطور البيني تم عملية نسخ الكروموسومات، الآن في الطور التمهيدي الأول تظهر لنا الأزواج هنا واضحة تحت المجهر. أيضاً تأخذ الخيوط المغزلية في التشكل، لاحظوا هنا الخيوط المغزلية بدأت بالتشكل، كما أيضاً تظهر لنا هنا المريكزات، ويبتدأ أيضاً الغشاء النووي بالتلاشي وتختفي النوية. أما في الطور الاستوائي الأول تصطف أزواج الكروموسومات المتماثلة في وسط الخلية في مجموعتين متقابلتين كالتالي، مجموعة هنا ومجموعة هنا، حيث تتصل بخيوط المغزل من منطقة السنترومير. الطور الانفصالي الأول تبتعد أزواج الكروموسومات المتماثلة بعضها عن بعض وتتحرك نحو الأطراف المتقابلة، كما نلاحظ هنا تبتدأ خيوط المغزل بالانكماش لتساعد أزواج الكروموسومات المتماثلة للتحرك إلى أقطاب الخلية. الطور النهائي الأول يحدث به انقسام في السيتوبلازم، لاحظوا معي تخصر الخلية هنا، حيث يبدأ السيتوبلازم بالانقسام. كما نلاحظ هنا في كل خلية كروموسوم واحد من زوجي الكروموسومات المتماثلة، كما نلاحظ هنا. انتهت المرحلة الأولى من الانقسام المنصف. بعد تلك المرحلة تأتي المرحلة الثانية من الانقسام المنصف وتتضمن الأطوار التالية. في الطور التمهيدي الثاني تنفصل الكروماتيدات المتماثلة المكونة لكل كروموسوم. لاحظوا معي هنا يحدث انفصال، كل خلية الآن تحتوي على كروماتيدات متماثلة. تظهر الخيوط المغزلية من جديد بوضوح في هذا الطور. أما في الطور الاستوائي الثاني تتحرك الكروموسومات إلى وسط الخلية، لاحظوا هنا أنها توجد في وسط الخلية، كما ترتبط الخيوط المغزلية مع الكروموسوم من السنترومير، لاحظوا هنا منطقة السنترومير، فترتبط مع الخيوط المغزلية من منطقة السنترومير. الطور الانفصالي الثاني هنا تنفصل الكروماتيدات كل منها عن الآخر وتتحرك نحو أطراف الخلية، لاحظوا معي هنا الآن انفصلت الكروماتيدات كل منها عن الآخر. تسمى الكروماتيدات بعد انفصالها بالكروموسومات، إذن هنا نطلق على الكروماتيدات بعد انفصالها
في الكروموسوم. أما الطور النهائي تختفي الخيوط المغزلية. نلاحظ هنا من هذه الصورة لا يوجد هنا أي من الخيوط المغزلية. يتشكل الغلاف النووي للنواة حول الكروموسومات كما هو واضح هنا في الخلايا الناتجة، ثم ينقسم السيتوبلازم. هنا انقسم السيتوبلازم فنتجت لنا أربع خلايا. تتكون هنا أربع خلايا بها نصف عدد كروموسومات الخلية الأصلية. لو نلاحظ أن الخلية الأصلية كان بها أربع كروموسومات، الآن نتجت لنا أربع خلايا بها نصف العدد الأساسي للخلية الأم، فكل خلية تحتوي على كروموسومان. حيث تعتبر الخلايا الناتجة أحادية المجموعة، أحادية المجموعة الكروموسومية، لأن بها نصف عدد الكروموسومات للخلية الأم. نشاط تقييمي واحد، مستعينا بما سبق تعلمه أجب عن الأسئلة التالية: تتبع مراحل الانقسام الخلوي في الشكل الأدنى ثم أجب عن الأسئلة التالية: أولا، ما نوع الانقسام الخلوي الذي يمثله الشكل؟ طبعا نركز على ناتج عملية الانقسام. ما هو ناتج عملية الانقسام؟ أربع خلايا. إذا نوع الانقسام هنا سيكون انقسام منصف. في الانقسام المنصف تنتج لنا أربع خلايا، بكل خلية نصف العدد الكروموسومي للخلية الأم، حيث أن الخلية الأم تحتوي على أربع كروموسومات. ما اسم الطور الممثل بالرمز سين وماذا يحدث للكروموسومات فيه؟ نلاحظ جيدا هذا الشكل. الإجابة ستكون الطور الاستوائي. وماذا يحدث للكروموسومات؟ تترتب الكروموسومات في وسط الخلية كلا يقابل الآخر. ثلاثة، ما نوع الخلايا الحية، ركزوا هنا، ما نوع الخلايا الحية التي يحدث فيها هذا النوع من الانقسام؟ طبعا يحدث في الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية. ما عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام؟ طبعا نلاحظ، نركز في نهاية الانقسام، عدد الخلايا أربع خلايا. إذا كان عدد كروموسومات الخلية الأصلية أربع، فكم عدد كروموسومات في كل من البويضة الناتجة والبويضة المخصبة؟ نلاحظ هنا البويضة مشيج مؤنث، نتج عن الانقسام المنصف للخلايا التناسلية الأنثوية، والبويضة المخصبة التي نتجت أو بمصطلح آخر الزايغوت. الزايغوت كم عدد الكروموسومات في البويضة الناتجة؟ سيكون عدد الكروموسومات في البويضة الناتجة اثنان، لأننا قلنا هنا أن الأمشاج المؤنثة تكون أحادية المجموعة الكروموسومية، أي يكون الناتج من الكروموسومات في البويضة نصف عدد الخلية الأصلية. أما في البويضة المخصبة فيكون مماثلاً للخلية الأصلية أربعة، لأنه ناتج من التقاء حيوان منوي وبويضة، فيكون هنا ثنائي المجموعة الكروموسومية. نشاط تقييمي اثنان، قارن بين نوعي الانقسام الخلوي كما في الجدول التالي.
بين طبعا نحن نعرف أن نوعي الانقسام المتساوي والمنسق، نقارن بينهما من خلال الخلايا التي يتم فيها الانقسام والهدف من الانقسام وعدد الخلايا الناتجة من الانقسام وعدد الكروموسومات في كل خلية ناتجة من الانقسام. أولاً الانقسام المتساوي. الانقسام المتساوي يتم في الخلايا الجسمية كالجلد مثلاً، الهدف منه النمو وتعويض التالف من الخلايا. عدد الخلايا الناتجة من الانقسام خليتان. عدد الكروموسومات مساوي لعدد الكروموسومات الخلية الأصلية. أما بالنسبة إلى الانقسام المنصف فيحدث في الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية، والهدف التكاثر. هناك اختلاف بين مفهوم النمو والتكاثر. التكاثر هو هدف من الانقسام، هدف للانقسام المنصف، حيث تنتج الأمشاج المذكرة والمؤنثة كالحيوان المنوي والبويضة. عدد الخلايا الناتجة من الانقسام 4 خلايا. عدد الكروموسومات في كل خلية نصف عدد كروموسومات الخلية الأصلية، أي أن الحيوان المنوي يحتوي على كروموسومين، والبويضة أيضا تحتوي على كروموسومين، نصف العدد الأساسي. الانحرافات والخلل الذي يحدث في الانقسام المنصف ماذا ينتج عنه؟ إذا حدث خلل أو انحراف في الانقسام المنصف، أي في إنتاج الخلايا الجنسية، ينتج عنه خلايا جنسية تحتوي على عدد أكبر أو أقل من الكروموسومات. مثال على ذلك متلازمة داون، الطفل المنغولي. الطفل المنغولي خلاياه يكون بها عدد الكروموسومات 47 كروموسوم، في حين أن الإنسان الطبيعي عدد الكروموسومات به 46. أي إن نظراً لهذا الخلل والانحراف في عملية الانقسام المنصف أدى إلى أن ينتج هذا الطفل المنغولي، والذي يحتوي خلايا جسمه على 47 كروموسوماً. الآن سنقارن بين مفهومين، التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي، فما الفرق بينهما؟ التكاثر هي عملية إنتاج المخلوق الحي لأفراد من نوعه، وأهمية التكاثر هي المحافظة على بقاء المخلوقات الحية. والتكاثر هنا قد يكون تكاثر لاجنسي وقد يكون تكاثر جنسي. ماذا نقصد بالتكاثر اللاجنسي؟ التكاثر اللاجنسي يقوم به المخلوق الحي بمفرده بإنتاج فرد أو أكثر يحمل ذات المادة الوراثية للمخلوق الأصلي، أي إن التكاثر اللاجنسي يقوم به المخلوق بمفرده. أما التكاثر الجنسي إنتاج فرد جديد من خليتين جنسيتين مختلفتين من الأم والأب، البويضة عند الأنثى الإنسان والحيوان المنوي عند الذكر الإنسان. هذا هو الفرق بين التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. أنواع التكاثر اللاجنسي، يوجد لدينا التبرعم، التجدد، الانشطار، التكاثر الخضري. سنذكر مثالا على كل من هذه الأنواع. مثالا هنا على التبرعم، حيوان الهيدرا، يمكن أن ينتج على جسم هذا الحيوان برعما ينفصل بعد ذلك مكونا مخلوقا جديدا مماثلا لكائن الهيدرا. كذلك أيضا الخميرة تنتج أيضا براعما وتتكاثر بهذه الطريقة. التجدد،
التجدد هو إعادة بناء الأجزاء المدمرة أو المفقودة من الجسم، مثل لذلك نجم البحر. كما نلاحظ هنا في الصورة أن نجم البحر تم تدمير 4 أذرع منه، ولكن بعد ذلك تجددت هذه الأذرع مرة أخرى. الانشطار، مثال على الانشطار البكتيريا، حيث تتكاثر البكتيريا بالانشطار الثنائي، حيث يتم أولاً استنساخ المادة الوراثية ومن ثم تنشطر البكتيريا كما هو ملاحظ لدينا هنا، إذ أنهما يحتويان على نفس المادة الوراثية. التكاثر الخضري، مثال على ذلك نمو درنات البطاطس، فلو نلاحظ هنا كل برعم هنا يمكن أن يكون كائن جديد من البطاطس. كذلك السيقان العرضية الجارية لنبات الفراولة أيضا ممكن أن تكون نباتا آخرا من الفراولة من خلال التكاثر اللاجنسي. الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية وثنائية المجموعة الكروموسومية، سنتكلم عن الفرق بينها. خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية مفهومها هي خلايا تحوي نصف عدد كروموسومات الخلية الأم، لذلك سميت أحادية المجموعة الكروموسومية. أماكن تواجدها الخلايا الجنسية في الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوي. نوع الانقسام الذي يحدث للخلايا التناسلية الانقسام المنصف. الهدف من الانقسام التكاثر الجنسي وإنتاج الأمشاج المذكرة والمؤنثة. خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية، هنا N وهنا 2N، خلايا تحوي كروموسومات على هيئة أزواج متماثلة. أماكن التواجد في الخلايا الجسمية كالجلد والعظام. نوع الانقسام الذي يحدث في الخلايا الجسمية الانقسام المتساوي. الهدف من الانقسام النمو وتعويض الخلايا التالفة لاستمرار الحياة. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم. مع السلامة.